اوكي البرنامج بكره ان شاء الله بس البرنامج بكره ان شاء الله احنا في عندنا اثنين فنادق. الفندق الاول هو بيو كنتاكيا، اوكي، المجموعه الاولى والثانيه، الورشه الاولى والثانيه في بيو كنتاكيا اللي هي من الاغاثه الى التنميه و ايجاد مشاريع تنمويه، اوكي. الثالثة اللي هي استلام التمويل في فندق نارين، وهما جنب بعض قدام بعض، اوكي. فالاولى والثانيه في بيو كنتاكيا، والثالثه في فندق نارين. أوكي. يعني اللي دي واحده اللي مع زايد فندق نارين في نارين، زايد، واللي مع محمد مع واللي مع محمد وطارق في بيو كنتاكيا. في بيو كنتاكيا. خلاص ثاني حاجة ثانية عادي بما زين وين نارين فندق نارين قدام فيديو كنتاكيا معروف. اوكي زاكر خير. بالنسبة للتوقيت الساعة 9 ان شاء الله نبدأ كما هو في البرنامج. الساعة 9 نبدأ ان شاء الله الى الساعة 1، اوكي، والمدرب مسؤول عن التوقيت، اوكي، من 9 الى 1، من 1 الى 2 وقت الغداء والصلاة في بيو كنتاكيا. الاخوه من نارين الاخوات يعني يقابلونا في فندق بيو كنتاكيا الغداء في المطعم من 1 الى 2، وبعدين من 2 الى 4 كل واحد يرجع الى الفندق او الغرفه بتاعه، وبعدين ان شاء الله من 4 الى 5 نروح الى فندق نارين كلنا نعكس كده عشان ايه هم جاوا يتغدوا عندنا واحنا ايه نشوف شاي عندهم ونحلك. لا الساعه 4 خلينا نمسك الساعه 4 الى 5 كلنا في فندق نارين. خلاص انتم معانا وحتوجهونا لا مش هنوجهكم لا كل واحد ان شاء الله واحده هتوجهونا مش حاضر خلاص كده واقف ان شاء الله واحده اثنتين في بيو كنتاكيا غدا وصلاه وبعدين من اثنتين الى 4 كل واحد يرجع نفس الغرفه او القاعه وبعدين ان شاء الله من 4 الى 5 في نارين كلنا خلاص كده جزاكم الله خير. تفضل مش موجود يعني ايه بلغوه تعال هنا في كراسي هنا تعال يا شيخ في كراسي الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا مش هتكلمك كتير بس حال على الجزمه عشان اعرف اتكلم. ها بخلع انا علي لا بقى سيبني في حاله لو اعتقدت في القران حكيش لا في السنه سيدي. طيب خلاص انا مش حاضر يعني خلاص يعني انك بالوقت المقدس هنا. ف الحاجه والقدره والامكانيه خلاص انا هتكلم فيه دلوقتي. الحاجه والقدره والامكانيه في كلمه قالت ان في قرابه 4500 جمعيه سوريه في تركيا. لا انا اقول صلاه النبي احسن. اوعى 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 تحجر على نمو وانشاء مبادرات عشان في حاجه حتى ولو كان في جزء منا بيخطئ، في جزء منا ما عندوش قدره، في جزء منا نصاب. ان افهم الزبد الزبد ده هيذهب واللي هيذهب ولما ما ياكل في الارض هو ما ينفع الناس. ان شاء الله يكونوا 50,000 جمعيه سوريه انا هكون فرحان. من هيتمخض عن هؤلاء 5% او 10% هيبنوا مجتمع ينشئ وطن. خلاص؟ فانا سعيد جدا ان في 4300 وحاجه مش عارف قالك الرقم ايه سجلوا في تركيا. علينا ان احنا نرى هذه الجمعيات كشيء جميل يدل على ان الشعب السوري النازح او اللاجئ او المهجر من بلده استطاع ان يبني فكرة تحولت الى جمعية او مؤسسة. ودي صفة فيكم انتم
ما كانتش موجودة في المشاكل اللي حصلت قبل كده بعشرين أو ثلاثين سنة. أفغانستان ما بنتش العدد ده في السبعينات، البوسنة ما بنتش العدد ده في التسعينيات، شيشان كذلك، اللي هو الصومال كذلك، السودان كذلك، وكل المشاكل اللي واجهتها في دارفور وغير دارفور، جنوب السودان كذلك، وكذلك أمثلة كثيرة جدا. فأنا أقف، أعوذ بالله مش بكلمة أنا، نحن نقف، تعالى يا نحن، بتاعت أنت يا مش سوريين، تعالى يا نحن، وأنت يا نحن، تعالى يا نحن، وأنت تعالى يا نحن، أنت كمان، تعالى يا نحنيح أنت، كلنا نحنيح، تعالى يا محمد، تعالى يا شيخ نحن، أنت كمان، حضراتكم، تعالى يا محمد، ها؟ تعالى يا أخويا، بس أنا كنت بدنيا بداهية أنت، تعالى، تعالى خش خش، تعالى تعالى، فنحن نقف إجلالا للشعب السوري لسجل 4500 جمعية. انها ما حصلتش في دول مستقره ما فيهاش 4500 جمعيه بدون ذكر اسماء الدول. خلاص يعني شعب المهجر، ها؟ لا لا لا، شعب المهجر استطاع ان يبني دي في بريطانيا مئات الجمعيات السوريه، في المانيا، في امريكا، في كندا، في كذا في كذا. فلابد اننا نفتخر بشعب الشتات الذي استطاع ان يبني هذه الجمعيات. هيخطئ، ها، وهتتعثر، لكن هنطلع منها مسيره صعب ان الاخرين يوقفوا بناء المجتمع السوري وبناء الوطن السوري مره اخرى. لان سوريا ثقافه وتاريخ وادب واخلاق وقيم وحضاره ونهضة وإمكانيات بشرية غير عادية. لو وثقنا فيما نحن، فيما وهبه الله لنا سبحانه وتعالى، لاستطعنا أن نعيد أمجاد حضارة شعب لن ولم يموت. خلاص؟ لم ولن بالتأبيد. بإذن الله طبعا. بإذن الله طبعا. أكيد بإذن الله. صح؟ لم. وهل احنا المشاكل اللي في سوريا دي حصلت اول مره في الالفيه دي؟ ابدا. يا ما عدت علينا مشاكل ومشاكل ومشاكل وخرجنا منها شعب اقوى مما كنا من قبل. وهؤلاء الناس لم ياتوا هنا من دول مختلفه الا لانهم مؤمنين لان الشعب السوري شعب قادر على ان يبني صوره جميلة لإنجاز إنساني تفخر به البشرية عبر السنين والقرون. وأنتم وأنتن، أنا سعيد جدا إن أنتن كتروا النهاردة عن الصبحية، وأنتن هيكتروا أكتر، والنن دي هتكتر على طول وعلى طول. ما من الورشة اللي فاتت كان في ثلاثة أنتن ولا أربعة أنتن، النهاردة في 10 أنتن، مش عارف بكرة يبقى في 20 أنتن إلى آخره. الأنتنات، ها؟ ارجع بقى للقدره والامكانيه والايه والحاجه. ايه علاقه بين الثلاثه؟ انا كعامل مجتمعي لابد ان اعلم او اعرف او احدد قدراتي وإمكانياتي وحاجة المجتمع. العملية مش سبهللة، مش عواطف. بناء الأوطان جزء من بناء عواطف، لكن مش كل عواطف. لابد أن أحدد قدراتي، وقدرات متشعبة، قدرات بشرية، قدرات مادية، قدرات فكرية، قدرات كثيرة أحددها. وأم اقرأ التي كتبت التاريخ ودونت، عيب عليها ألا تكتب ولا تقرأ ولا تستفيد مما حدث. فجزء من قدرتي أن أنا أعلم ماذا فعل الآخرين وماذا يفعل الآخرين وماذا نفعل معا، ولا بد أن نتشارك في العمل سويا.
دي الفضل. الامكانيه امكانياتي محدوده. وعدوا لهم ما استطعتم من اي شيء. اي شيء. اعدوا. كلمه اعدوا تختلف عن العدد. تختلف عن المقدرات. تختلف عن الامكانيات، لكن تبنى بالنيه والرغبه القائمه على الايمان الذي لا تحركه الزلازل والجبال. واعدوا دي معناها ايمان. اوعوا الا تؤمنوا، او حذاري حذاري الا تؤمنوا بوطن اسمه سوريا، وحذاري الا تؤمنوا او الا نؤمن بمسيره اسمها الانسانيه. حذاري، والا خذلنا من المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يريد ان يتباهى باهل الشام. امتي 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 فيسجد لمن؟ وانتم شامة الأمة يوم الدين. فلا يقول نفسي نفسي كباقي الأنبياء والرسل. فحذاري ألا نعلم الإنسانية مسارات جديدة في العمل الذي نؤطر له، والذي يخرج من منبع الإيمان بإنسانية الفرد وإنسانية البشرية بكل الظروف التي نعيش فيها. إمكانياتنا بسيطة، لكن هنعمل. ربنا قال سبحانه وتعالى: وكل اعملوا. خلاص أنت بس اعمل واترك الباقي على الله سبحانه وتعالى. لكن نربط العمل بالنية زي ما قال الدكتور سيد الصبحية: إنما الأعمال بالنية. ولو صدقت النية لا بارك الله في العمل، والبركة جند من جنود الله سبحانه وتعالى. بركة جند والغباء جند. اللهم أوهبنا أنا وفيهم أسيب لك واحد يا رب. فلذلك الإمكانيات ضعيفة، لكن إحنا مش قادرين نخاطر. يعني أنا ليه أعوذ بالله مش إحنا ليه جبنا زايد من كندا؟ طارق من ألمانيا. محمد من بريطانيا. وسيد من اسطنبول. يعني دول إمكانيات. دول إمكانيات وأنتم إمكانيات. فعلينا أن نكتشف إمكانياتنا. الإمكانيات مش مادية فقط. لا تنحنوا للدرهم والدولار. لكن ابنوا هذه الامكانيات بالتعاون والشراكه والتكامل والتنسيق من اجل الوطن، لكي يرضى عنا الله سبحانه وتعالى ورسوله. اما الحاجه فلن نستطيع ان نلبيها او ان نتصدى لها من الفها الى ياها ابدا. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن ربنا بجندي البركه هيجعلنا نصل الى ما لا يصل اليه احد غيرنا. حاجه شديده، ومع كثره الحاجه واختيار الله سبحانه وتعالى لكم ولكنا بان تقوموا بهذه المهمه، ها سيرفع بكم الله قدر هذا الشعب مرة أخرى. إن الله عباده اختصهم لقضاء حوائج الناس، عببهم إلى الخير وحبب الخير إليهم، إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. ولذلك ما بين الحاجة والقدرة والإمكانية تخرج هذه الأيادي والقلوب المؤمنة لكي تري الإنسانية في العصر الذي ننعت بأشياء ليس لنا فيها شيء. ولن أذكرها لأنها شيء تافه، وعيب أن نتحدث عن التافه والرخيص.
نور الإنسانية، ما هي قدرتنا مع انعدام الإمكانيات أو قلتها وكثرة الحاجة على أن نضع هذه المسيرة الإنسانية ليسير فيها من ورائنا وليس من أمامنا. العالم كله، وأنا أتكلم بهذا أنني مؤمن بكل شخص موجود في هذه الغرفة وكل شخص موجود في غرفة أخرى، تعاون وتكامل ولا تقلق ولا نيأس. حذاري 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 أن يدب في قلبنا اليأس، حذاري 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 أن نيأس. إذا جاء اليأس فعلينا بذكر الله وعلينا بالصلاة والسلام على رسول الله. إذا جاء اليأس فلن يأتي اليأس بإذن الله، لأننا سنتعاون وسنتكامل وسنتشارك وسنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. آمنة أمة الله حملت برسول الله، والوالد عبد الله سعد برسول الله. سمع لو اسمعوا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله قبل الميلاد ظلام، ظلم جهل أوهام، حول الكعبة أصنام حطمها رسول الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. النور لمن ولاك والنار لمن عاداك، والله الحق رعاك لتكون رسول الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله أرضعت الهادي حليما، سعدية تلك كريمة، أما كانت وحكيمة مرضعة رسول الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر الكبرى ذاق الكفار الحسرى، في غزوة بدر الكبرى ذاق الكفار الحسرى، كانت للعالم عبرة والنصر بفضل الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أخلص دينا لله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ولد العدل بمولدك، والأبتر هو شانئك. ولد العدل بمولدك، والأبتر هو شانئك، والحق على كاهلك قد رفع رسول الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جزاك الله خير. في محمد سعيد خلاص نمشي نروح.
نلتقي غدا الساعة 9 صباحا على خير، ونريد أن نحقق أحلامكم وأمالكم جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أبناء جزاك الله خير. هذا بكرة. يعطيك العافية شيخنا. جزاك الله خيرا.